مساء الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم، مساء الخير يا أستاذ أحمد. طيب جاهزين كده نبتدي؟ مساء الخيرات يا دكتورة، ازي حضرتك؟ مساء النور يا استاذ احمد. طيب نبتدي اللايف بتاعنا. احنا زي ما كتبنا في العنوان كده، احنا موضوعنا النهارده عن حاجة يعتبر بقالها، يعني بنتكلم، لو بنتكلم على داخل الوسط العلمي فاحنا بنتكلم في آخر 15 سنة تقريبا. قبل كده كانت ظهرت فترة كده وبعد كده اختفت تماما نتيجة ان المعارضات عليها كانت كتيرة جدا، فطوارت مع الزمن لمدة يعني مدة من الوقت، وبعد كده ظهرت تاني وابتدت تظهر بشكل قوي جدا في آخر 15 سنة. ايه هي بالظبط بقى اللي احنا هنتكلم عنها؟ هي العلاقة بين الميكروبيوم وبين المخ البشري. الميكروبيوم، عشان الناس اللي ممكن تكون ما تعرفهاش، الميكروبيوم دي اللي هي كوكتيل فيه تريليونات من خلايا البكتيريا والميكروبات اللي بتعيش داخل أمعاء الإنسان. طيب برضو من ضمن المعلومات اللي يعني ناس كتير ممكن تكون ما تعرفهاش، ان احنا دايما كنا في المدرسة ندرس نقول ايه، ان الجلد هو اكبر عضو من اعضاء جسم الانسان، لانه طبعا مساحته، مساحة السطح بتاعته كبيرة، يعني معرض، انت معرض من خلال جلدك للبيئة اللي حواليك بشكل كبير جدا. لكن لو فكرت شوي هتلاقي ان السيرفس اريا او اللي هي مساحة السطح بتاعت الامعاء نتيجة إنها ملفوفة كده، إحنا بنسميها في مصر المصارين يعني. فالأمعاء الدقيقة دي مساحة السطح بتاعها لما تجمعه تعمل لك مساحة استوديو. عارفين الاستوديو اللي هو بتبقى غرفة مثلا 34 متر أو 35 متر؟ تقريبا المساحة دي هي نفسها، مساحة السطح ده نفسه هو بالظبط اللي موجود في أمعاء إنسان بالغ عمره مثلا 25 سنة 30 سنة. طيب المساحة الكبيرة دي فيها تريليونات من خلايا البكتيريا بكل سلالاتها، تقريبا سلالات كتير جدا موجودة. هنلاقي سلالات كتير جدا من أنواع من الميكروبات، بروتست على فطريات، أنواع كتير جدا. طيب تريليونات دي، عشان برضو خلي بالكم من الرقم اللي احنا بنقوله، احنا بنقول تريليونات. تريليونات يعني انت بتتكلم عدد سكان كوكب الأرض كلهم لسه ما وصلوش ل 8 مليار. احنا هنا بقى بنتكلم على تريليونات. ففي تريليونات من الكائنات الدقيقة بتعيش داخل جسم الإنسان، تحديدا وزيادة في التأكيد في الجزء بتاع الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. طيب هل ليهم دور؟ يعني هل كلهم ليهم دور؟ لا، في منهم بيعيش لمجرد انه بيعيش ويستفيد من بقايا الاكل في جسمك، لكن هو مش هيفيدك انت في حاجة. وفي مجموعة تانية ممكن تضرك، يعني لو تغير شيء بسيط جدا من البيئة اللي هي بتعيش فيها داخل جسمك ممكن تضرك. معدل بسيط جدا من تغيير مثلا حاجة اسمها البي اتش اللي هي معدل الحموضة، لو اتغيرت في جزء من الأجزاء في الجهاز الهضمي ممكن تأذيك، لأنها هتخلي الكائنات دي تعيش في ظروف غير مناسبة ليها فتبتدي تضرك. طيب وفي مجموعة ثالثة بقى، هي بتعيش تستفيد منك، يعني هي بتاخد من بقايا الغذاء منك وفي نفس الوقت تنتج لك انت فيتامين زي فيتامين كي فتفيدك. ده مش كده وبس، ده هي ممكن تفيدك بشكل آخر، انها تقدر تنافس المكان اللي ممكن تاخده أنواع تانية من الميكروبات الضارة، فبالتالي هي بتحميك من وجود ميكروبات ضارة في نفس الوقت.
طيب الميكروبيومز دي احنا طول الوقت على مدار 100 واكتر سنة، من وقت ما تقريبا ابتدينا نعرف يعني ايه بكتيريا ويعني ايه كائنات دقيقة، عندنا فكرة ان في ميكروبيوم بالتريليونات في جسم الانسان، سواء على جلده او داخل جسمه. لكن اللي ما كناش نعرفه بقى ان هي ليها دور اعمق من كده كتير وابعد من كده كتير واخطر من كده كتير قوي. ايه بقى اللي ابتدينا نكتشفه؟ تجربة كانت بتتعمل على الفئران من حوالي 15 سنة. التجربة دي بالظبط يا دكتورة عددها أكبر من عدد خلايا جسمنا، دي حقيقة، احنا خلايا جسمنا 11 تريليون، هم عددهم أكبر من كده. اللي حصل إن من 15 سنة بحث بيتعمل على الفئران، فالبحث ده طلعت نتيجته من 15 سنة بيأكد إن الميكروبيوم اللي بتعيش في الأمعاء بتاعة الفئران ليها تأثير ما، يعني ما كانش واضح قوي، ليها تأثير ما على المخ بتاعهم وعلى تصرفاتهم وعلى سلوكياتهم. طيب عايزين نعمل تجارب اكتر، فابتدينا نعمل تجارب اكتر. ابتدينا نلاحظ ان في بعض التجارب بيحصل رصد لعدد من المواد الكيميائية وعدد من الكيميكالز او المواد الكيميائيه اللي بتبقى نتيجه التفاعل المناعي اللي داخل الجسم، حاجه اسمها السيتوكينز، بتطلع دايما نتيجه التفاعل المناعي. يعني مثلا احنا اكيد سمعنا الكلمه دي في الوقت بتاع كورونا، لما كنا بنقول ان اغلب الناس اللي بتموت بفيروس كورونا بتموت نتيجه حاجه بيسموها الثوره او هيجان شديد جدا من السيتوكينز في الرئه. دي بتبقى أكنك بالظبط نيران صديقة كده، أكن جهاز المناعة بيضرب خلايا الرئة باللي فيها، فإيه اللي فيها؟ الفيروس، فهو بيضربها باللي فيها فبيموت نفسه بنفسه. فهي السيتوكينز دي تم ملاحظة إن هي بتبقى موجودة في هيئة رسائل، الرسائل دي رايحة جاية، بتبقى في الاتجاهين، في الاتجاه ما بين الأعصاب الكتيرة جدا اللي موجودة في منطقة الأمعاء واللي غنية طبعا بالميكروبيوم، وبين الأعصاب اللي موجودة طبعا في المخ. طيب عايزين نعرف أكتر، يعني عايزين نحدد أكتر هي الرسائل دي بتبقى بتحصل إزاي وتأثيرها واصل لحد فين بالظبط. طيب اللي حصل بعد كده إن طلعت أبحاث تانية ترصد أدلة أكتر إن في علاقة واضحة ومحتاجة فهم أعمق بس شوية بين الميكروبيوم ونشاطها داخل الامعاء بتاعه الانسان، وبين ثلاث حاجات تم رصدها فعلا. الثلاث حاجات دي هي الاوتيزم، التوحد، والابيليبسي اللي هو الصرع بانواعه، والديبريشن اللي هو الاكتئاب. طيب هل دول بس؟ لا، الثلاثه دول كانوا البدايه، يعني احنا اكتشفنا ان في علاقه مباشره بين نوعيه ونشاط والأحوال بتاعة الميكروبيوم اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة لجسم الإنسان، وبين الحالات دي وظهورها وحدتها وطبيعتها في الإنسان ده بتبقى عاملة إزاي. طيب هل عندنا تفسير مباشر إيه اللي بيحصل 100%؟ لا، لسه مش موجود، لكن في بقى دراسات بتحصل حاليا للموضوع ده عشان تفهمه بشكل أعمق، لأنك لو فهمته بشكل أعمق هتلاقي مثلا ان المضادات الحيوية اللي احنا بناخدها بشكل غلط في الشرق الاوسط دي ما هي بتأثر على الميكروبيوم. طبيعة غذائنا اللي طبعا نتيجة العولمة بقت تقريبا حاجة واحدة في العالم كله اكيد ليها تأثير على الميكروبيوم. الاسترس اللي احنا بنعيش فيه، الدوشة، الصداع، الهموم، الامراض المزمنة اللي احنا خلاص بقينا اغلبنا بيعيش معاها طول الوقت، كل الحاجات دي ليها تأثير على الميكروبيوم. فطالما ليها تأثير على الميكروبيوم وارد جدا ان هي يكون لها تأثير غير مباشر على المخ. طيب وزي ما اثبتنا ان في علاقة لسه بنحاول نفهمها لكن خلاص اثبتنا وجودها بين الميكروبيوم وبين ثلاث حالات من الحالات المعروفة انها حالات بتيجي نتيجة مشاكل في المخ زي الاوتيزم او الابيليبسي او الديبريشن،
طيب يبقى احنا في اجزاء معينه من الفهم احنا محتاجين لسه نوصل لها عشان نشوف طبيعه الامراض دي ايه بالظبط، ونقدر نعالجها من وجهه نظر مختلفه او من زاويه مختلفه تماما، غير ان احنا بدل ما بنعالج الضرر المباشر اللي موجود في المخ، احنا ممكن نشوف الابعاد بتاعته كمان، نشوف ايه الخلفيه اللي حصل بسببها المرض ده، ونبتدي نعالجها من حيث الجذور يعني. طيب ايه تاني؟ بعد كده اكتشفنا ان كان في دايما حاجه عائق كده في الفهم، ان في حاجه اسمها يعرفها الاطباء والجراحين ويعرفها المتخصصين في علوم المخ والاعصاب، وكمان علماء التطور اكيد يعرفوا حاجه زي كده، حاجه اسمها البلاد برين بارير. البلاد برين بارير ده كان دايما يعني يحجب عننا الفهم بتاع الجزئيه دي، وهو ده يمكن اللي كان سبب في انها تم اغلاقها في من اكتر من 20 سنه. ان كانت الناس بتقول يا جماعه لو في بكتيريا او ميكروبات موجوده في الامعاء، انت ازاي هتفسر انها بتاثر في المخ في حين ان مفيش حاجه من الحاجات دي ينفع تعدي حاجز معين كده موجود بين الدم اللي واصل للاوعيه الدمويه اللي موجوده داخل المخ، فبيحجب عن وصول الخلايا دي للمخ اصلا، فهي هتاثر ازاي طالما هي ما بتوصلش؟ كان فهمنا وقتها انها لازم توصل، يعني انها لازم تدخل جوه المخ عشان تأثر فيه، لكن ما كناش نفهم ان هي ممكن تأثر برسائل من بعيد لبعيد. ازاي تبقى الرسائل دي من بعيد لبعيد؟ ابتدى بقى يبقى في العلم ده او في المجال ده فرضيات. فرضيات في العلم معناها انها تفسير مقبول علميا، مبني على أسس علمية عليه بعض الأدلة، لكن لسه ما وصلش للمرحلة اللي احنا نقدر نقول ده تفسير قوي أو نقدر نعتبره نظرية علمية، تمام كده؟ طيب في عندنا كام فرضية في الموضوع ده؟ عندنا 3 فرضيات بتفسر الموضوع ده. الفرضية الأولى اللي هي كنا نوينا عليها من شوية، إن الميكروب بتتفاعل تفاعل مناعي مع مناعة الجسم في خلايا الأمعاء، فبتنتج حاجه اسمها السيتوكينز، اللي هي خلايا المناعه بتنتج حاجه اسمها السيتوكينز، والسيتوكينز دي هي اللي بتاثر وبتقدر تاثر في الجهاز العصبي والمخ. التفسير الثاني بيتكلم على ان في نوع معين من خلايا الامعاء، هو ده النوع ده تحديدا لما بيتفاعل مع الميكروبيوم اللي جواه وبتعيش فيه، بيبتدي يوصلوا منها بعض المواد الكيميائيه المعقده شويه، والمواد المعقدة شوية دي بتبتدي تأثر في نوع من الأعصاب اسمه الفاجس نيرف، والعصب ده منه للمخ على طول، يعني بيأثر في المخ مباشرة. والتفسير الثالث بيتكلم في حاجة تانية خالص، إن الميكروبيومز دي نفسها بتعمل لما بتهضم الباقي من الغذاء بتاعك، هي كمان بيبقى ليه ناتج، يعني زي ما احنا بناكل وفي إخراج، هي برضو عندها إخراج. الإخراج بتاعها ده عبارة عن مواد كيميائية اسمها نيورو ترانسميتر، وحاجة تانية كمان اسمها ميتابوليس. الحاجتين دول، النيورو ترانسميتر دي موجودة في المخ، ومن أشهر الأنواع بتاعتها الدوبامين مثلا، كلنا عارفينه تقريبا. فالنيورو ترانسميتر دي تقدر تأثر في المخ بشكل مباشر، تقدر تأثر في السيال العصبي اللي بيحصل في الأعصاب وفي المخ. الميتابوليتس دي اللي هي بتبقى نواتج الايض، بيسموها نواتج الهضم، يعني نواتج الهضم بتاعت الميكروبيومز دي، ودي لقوا ان هي كيميائية او مواد كيميائية تقدر تجري مع الدم وتقدر تعدي البلاد برين بارير ده، تقدر تعديه فعلا وتقدر تدخل خلايا المخ وتبتدي تأثر فيها بقى. طيب دي 3 فرضيات بتفسر العلاقة المباشرة اللي بين الميكروبيوم اللي مكانها في الامعاء وبين المخ اللي طبعا موجود في اعلى الجسم، وقدرنا نعرف ان هي ازاي تقدر تتواصل. طيب اي فرضية منهم بقى هتطغى على الباقي وهنقدر نسبتها اكتر من الباقي، دي مسألة وقت. لكن هل في حاجة دلوقتي تقدر تطلع تقول لا احنا هننفي الموضوع من اوله لاخره؟ لا، في العلم ما فيش الكلام ده. في العلم في حاجة بتتراكم على حاجة، اساس بيتراكم وبعد كده بيجي عليه اللي يعدله، لكن مفيش حاجة اسمها إن فرضية قوية بالشكل ده أو نظرية بقى ما بالك بنظرية بالشكل القوي ده، وتيجي أنت تقول لي النظرية دي بكرة حد هيغلطها مثلا، لا. هو اللي بيحصل إن بيحصل تعديل، ترجيح، حاجة زي كده، تمام؟ طيب نيجي لحاجة، آخر حاجة في الموضوع ده بقى، ودي حاجة تعتبر
يعني محتاجة ان احنا بقى ايه نتمهل شوية في الحكم على الموضوع ده وعلى حاجات كتير قوي في حياتنا، لان هي فعلا ابتدت توصل لمراحل ابعد كمان من توقعاتنا. وهي بحث كان موجود في 2018، يعني الكلام ده من حوالي 4 سنين، بس البحث ده لسه ما اتنشرش. يعني البحث اللي احنا هنتكلم عنه ده لسه ما اتنشرش، بس النتائج بتاعته غريبة جدا. النتائج بتاعته ان هم اكتشفوا بعض الميكروبيومز دي، بعض خلايا البكتيريا والميكروبيومز دي قدرت فعلا تبقى موجودة داخل المخ البشري. يعني في دليل انها موجودة فعلا، جزء منها موجود في المخ البشري. ومعنى وجوده في المخ البشري انه في تفاعل بينه وبين خلايا أعصاب المخ، ومعنى انه في تفاعل بينه وبين خلايا أعصاب المخ، وخلايا المخ دي هي اللي بتتحكم في طبيعتك، في شخصيتك، في قراراتك، في مشاعرك، في ذاكرتك، في أحلامك، في خيالاتك، في حتى في حكمك على الأشياء، في كل شيء. طالما موجودة البكتيريا دي داخل خلايا المخ وبتقدر تتفاعل معاه، فهي تقدر تغيره. يعني السيال العصبي اللي جوه المخ ده لو اتغير، يعني تغيير بسيط فيه يقلب كيان الإنسان. مشكلة بسيطة في خلايا من الخلايا بتاعت المخ ممكن تغير وظيفة لوظيفة تانية، ممكن تغير وظيفة إنها تنتهي تماما، ما تشتغلش تاني. خلل بسيط في خلايا المخ ممكن يفقد الإنسان النطق، ممكن يفقد الإنسان القدرة على الخيال، ممكن يفقد الإنسان القدرة على الإدراك، ممكن يفقد الإنسان القدرة على النظر حتى لو عينه سليمة. هي مجرد المركز البصري اللي في المخ في مشكلة، خلاص الإنسان مش هيشوف. حتى لو أعصاب إيدك ورجلك سليمة، لكن المركز بتاع التحكم في الحركة ده لو في المخ في مشكلة، خلاص مفيش حركة. فبالتالي زي ما الحاجات دي احنا نقدر نلمسها لأنها حاجات مادية بالنسبة لك، فكذلك الأفكار والمشاعر والحاجات دي ليها وقع مادي بيتدرس وبيترصد كويس جدا بأجهزة حديثة دلوقتي، اللي هي أجهزة زي بيستخدموا فيها المجال المغناطيسي للمخ، وبيقدروا يشوفوا تأثير الحاجات دي. فتخيل دلوقتي احنا قدامنا مثلا من دلوقتي حوالي 20 سنة، ما تستغربش بقى لما تلاقي كل شوية البحث أو أبحاث بتطلع في المجال ده تأكد على علاقة جديدة أو كشف جديد في الموضوع ده بين الميكروبيوم وبين المخ. فمش هنستغرب بقى في الفترة اللي جاية لما يطلع لنا بحث إن الميكروبيوم لو اتظبطت حالتك النفسية تبقى أحسن، أو إن الميكروبيوم تبقى أحسن هتتعالج من الاكتئاب المزمن، إن الميكروبيوم هنشوف إيه المشاكل اللي فيها ونشتغل عليها، فبالتالي هيكون نوبات الصرع مثلا تكون أخف، إن مثلا الميكروبيوم لو تم فهمه كويس وإيه الدور اللي بيعمله ومسار التطور بتاعه والطفرات اللي بتحصل فيه لو نقدر نتعامل معاها بشكل أحسن، ده ممكن يأثر على شخصيتك، نضجك، أفكارك. خلاص؟ واللي يأكد ده إيه بقى؟ اللي يأكد ده إن في بعض الميكروبس ثبت فعلا، ثبت فعلا، خلاص إحنا مش بنتكلم على حاجة لسه هنثبتها، ثبت فعلا إن هي ممكن تغير سلوك إنسان أو حيوان بشكل جذري. على سبيل المثال أنا يمكن كنت كتبت الموضوع ده من فترة في الصفحة، حاجة زي التوكسوبلازما مثلا. التوكسوبلازما معروف ان هو بيتنقل للانسان من خلال القطط، لكن هو موجود في القطط وفي غيرها. يعني التوكسوبلازما دي في بحث اثبت ان هي ممكن تغير في شخصية الانسان وتؤدي بيه انه يبقى عنده رغبة في الانتحار. دي حقيقة، اقروا عنها، وانا هنزل لكم اللينك بتاع البحث اللي اتعمل في الموضوع ده، تشوفوا الموضوع. ولما اتدرس على الفئران لقوا ان الفئران بتعمل رد فعل غريب جدا. يعني لقوا ان الفئران اللي بتصاب بالتوكسوبلازما لو بتتصرف تصرف فيه تهور غريب، انها تروح تعرض نفسها قدام القطط عادي، ما مش خايفه من حاجه. فده تصرف غريب جدا. فالتوكسوبلازما ليها دور في انها ممكن تغير سلوك انسان تؤدي بيه انه يفكر في حاجه زي انتحار. انتوا متخيلين الموضوع واصل لحد فين؟ فعشان كده بنقول
ان المخ احنا لسه علوم كتير دلوقتي بتدرس المخ بشكل مستقل تماما عن باقي علوم البيولوجي. دلوقتي لو انت دخلت على اي موقع لاي جامعة بره هتلاقي في برامج كاملة اسمها برين اند مايند او نيورو ساينس، تمام؟ فالعلوم دي علوم حديثة خرجت من رحم علم البيولوجي العام عشان تدرس بالتخصص يعني ايه مخ وبيعمل ايه ووظيفته ايه وايه الحاجات اللي ممكن تأثر فيه ودور عملية التطور ومسار التطور عليه ايه، لان التطور زي ما ليه فوائد ليه آثار جانبية، فلازم نشوف وندرس ونعرف ابعاد المواضيع دي كويس. لازم ندرس تطور الكائنات الدقيقة دي اللي بتعيش داخل جسمنا عشان نعرف هي ممكن تكون بتتسبب في ايه تاني. يعني احنا لو عرفنا انها بتأثر على المخ، طب ما هي اكيد بتأثر على حاجات تانية. ما هو معروف من زمان مثلا ان في نوع من الميكروبيوم دي اسمه الايكولاي، لو خرج بس من بيئته الاصلية اللي هي موجودة في الامعاء، خرج بس وصل لحد الجزء بتاع المعدة، هيلاقي بي اتش مختلفة، هيلاقي بيئة مختلفة، هنا كانت بيئة قلوية شوية، هنا هيلاقي بيئة حامضية أكتر، هيلاقي نفسه اتغير في السلوك، يعمل لك قرحة، يعمل قرحة للمعدة. وعشان كده الدكاترة الناس المتخصصة في الجهاز الهضمي مثلا هتلاقي من ضمن أهم البروتوكولات لعلاج قرحة المعدة إنه يعالج، يعمل حاجة اسمها العلاج الثلاثي، كانوا زمان بيسموه تريبل ثيرابي، اللي هو بيعالج القرحة وفي نفس الوقت لازم يعالج البكتيريا دي اللي هي الايكولاي اللي هي بتعمل قرح المعدة. ف ده مجرد بس انها غيرت مكانها من مكان جوه جسمك كانت فيه زي الفل وبتعمل لك فوائد لمكان تاني هتتسبب لك في ضرر. فاحنا محتاجين لسه نفهم ابعاد الموضوع ده ممكن تبقى عاملة ازاي، لان الموضوع ده فعلا 15 سنة في عمر التقدم العلمي وقت كبير، لكن لسه ال20 سنة اللي جاية دي تحمل مفاجآت كبيرة جدا في الموضوع ده. الموضوع ده لو اتفهم بشكل أعمق من كده هنكتشف حاجات كتير، هنكتشف إن شخصيات كتير وإحنا بنتعامل معاها ممكن جدا يكون جزء من تصرفاتها وسلوكياتها حاجة مش بإيديها، حاجة جاية نتيجة الكائنات الدقيقة اللي بتعيش داخل جسمها. كده إحنا خلصنا الجزء بتاعنا. نبتدي نشوف مجموعة بقى من الأسئلة، حاول قدر الإمكان، حاول قدر الإمكان النهاردة أخلي اللايف مش وقته مش طويل عشان لما يكون على اليوتيوب يكون متاح برضو للناس تشوفه من غير ما يزعجها يعني في الوقت بتاعه. البرين جات أكسس، ده صحيح يا دكتورة؟ صحيح، لما بتنتقل للجهاز البولي بتتسبب في التهابات، ولما لو انتقلت للمعدة ممكن تسبب قرح. فهي فعلا احنا لسه محتاجين نفهمها اكتر من كده لان فعلا الموضوع صعب. موضوع جميل وخطير، مش جميل بس. قبل ما نشوف مجموعة كده من الأسئلة، كان في حد بعت سؤال على البيتش قبل اللايف على طول، بيقول ايه ايه الحاجة اللي بتخلينا نقول ان دي سمات محددة للنوع البشري ده دونا عن غيره مثلا؟ يعني مثلا ايه اللي يخلينا اقول ان ده هومو سيبيان او ان ده هومو نيانترتال او ده هومو دينيزوبان او ده هومو اريكتس؟ دي كلها اللي انا قلتها دي اسماء لانواع مختلفة من البشر. وعشان نوضح النقطة دي، البشر كانوا هما بيسموهم في التصنيف جنس البشر الهومو، ده في منه 21 نوع مصنف، يعني في منه 21 نوع مصنف زي كده. يعني لما نيجي نقول ان في 9000 نوع مصنف من الطيور، فكذلك لو انا خدت بقى جنس واحد من الطيور وقلت مثلا جواه في 20 نوع، كذلك احنا عندنا في مجموعة كبيرة جدا اسمها الثدييات، في جزء منها جنس كده منه اسمه الهومو. خلاص، الهومو ده هو اللي احنا بنسميه البشر. البشر دول مش نوع واحد، البشر دول مسجل منهم تاريخيا في اخر 2.5 مليون سنة 21 نوع، ابتدوا بالهومو ابيلس والهومو اريكتس وصولا للنوع بتاعنا اللي هو الهومو سيبيان. على كوكب الارض حاليا مفيش غير النوع بتاعنا احنا بس، هومو سيبيان.
اي انسان عايش في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، في استراليا، في امريكا، كله بينتمي لنفس النوع اللي هو الهومو سيبيان. فهو كان بيسأل احنا بنعرف منين ان ده هومو سيبيان او ده هومو نيانترتال او ده هومو دينيزوفان. طيب، رقم واحد بتدور على الجينز لو متاحة، لان مش بتبقى متاحة في ده يعني في اغلب الوقت. لو متاحة يبقى الجينوم هو رقم واحد بالنسبة لك. ليه الجينوم رقم واحد؟ لان الجينوم في حاجة اسمها الجين بول. الجين بول اللي هو الحوض الجيني، تقدر تقول كده كوكتيل الجينات الخاصة والمميزة بنوع معين من الكائنات. فلو انت عندك بصمة كده زي البصمة، في بصمة معينة للنوع ده وفي بصمة معينة للنوع ده، فيبقى رقم واحد الجينوم. طيب، تعذر انك يبقى عندك جينوم، عندك ايه تاني تقدر تعرف منه؟ التشريح المقارن، بمعنى حجم الجمجمة بيختلف من نوع لنوع. فانت من خبراتك ومن التراكم المعرفة اللي حصل عندك من عدد الحفريات اللي اكتشفت قبل كده، في انواع بشرية من الانواع اللي احنا قلنا عليها دي، الحفريات بتاعتها بالالاف بالالاف وموجودة ومعروضة وتقدر تشوفها. فتلاقي الاختلاف مثلا في حجم الجمجمة، تلاقي مثلا حجم الجمجمة بتاع الهومو اريكتس 1200 سنتيمتر مكعب، في حين انك تلاقي الهومو نيانترتال ممكن يوصل ل 1500 سنتيمتر مكعب، في حين انك تلاقي الهومو سيبيان كان 1450 من 100,000 سنة، وحاليا هتلاقيه مثلا في اخر 40,000 سنة في حدود ال 1350، في حين انك تلاقي الهومو ابيلس مثلا ممكن يبقى في قرابة 600. الفروق دي في حجم الجمجمة تديك علامة، يعني تديك إشارة إن ده ممكن يكون النوع ده، مش هيكون النوع ده او ده. يعني انت بتنفي عدد وبتثبت اتنين تحتار فيهم. بعد كده تبتدي تشوف عوامل تانية جوه التشريح، منها مثلا الابعاد المختلفة لبعض العظام المهمة اللي موجودة في الجسم. طيب، ايه كمان؟ الدروس بتاعتنا دي، الدروس بتاعتنا دي في علم كده خاص بيها اسمه التوبوجرافيا. عارفين لما بندرسه في الجغرافيا التضاريس، فنفس الحكاية في تضاريس للدروس. التضاريس دي في تضاريس محددة ومميزة لكل نوع من الأنواع، فأنت تقدر تميز وتحدد بناء عليها. إيه كمان؟ حاجات تانية كتير بقى، من ضمنها مثلا التوزيع الجغرافي. يعني مثلا إحنا عارفين من الدراسات السابقة والتأكيدات سابقة وأبحاث كتير، لأن العلم بيبني على بعضه، عارفين مثلا ان نوع زي الهوبيتس او اللي هم الهومو فلوريسنسز، دول عاشوا في جزيره واحده اسمها فلورز في اندونيسيا. فلما نلاقي مثلا نوع جوه الجزيره دي بمواصفاتهم، يبقى غالبا الحفريه دي تابعه ليهم هم، مش هتبقى تابعه لحاجه تانية. فدي الطريقه اللي بنعرف بيها، وفي طبعا حاجات تانية، لكن يعني دي اللي نقدر نفهمها لو احنا مش متخصصين قوي. هل من الممكن أن نسخر الميكروبات للتحكم ببعض السيالات؟ أعتقد ممكن، بس في المستقبل، مش حاليا. يعني البكتيريا الحلزونية تسبب القرحة، الهيليكوباكتر وليست الإيكولاي. كلامك صحيح، والإيكولاي في أبحاث حديثة ابتدت تكون داخلة جوه الدايرة دي للأسف. زي ما دكتورة علياء بتقول لحضرتك كده، إن في سلالة منها بتتسبب في التهاب حاد بالمعدة وتؤدي لنزيف في البراز. صحيح. هل الفئران التي يصبح سلوكها متهورا تستعلمه الميكروبات لتنتقل من مضيف لآخر؟ لا، ما تفكرش في الميكروبات على إنها عاقلة. هي كل الغريزة اللي بتبقى جوايا البقاء، فمش هي مش هتقعد تخطط احنا هتهور، هخلي الفرد يتهور عشان القطة تاكله فيتنقل بقى الميكروب منها او من الفار للقطة. لا، الميكروبات مش هتفكر. يعني الميكروبات كل هدفها هو البقاء والقدرة على التكاثر، وده اي كان حي عنده الرغبة دي. هل التدخين تأثير سلبي على الميكروبيوم؟ طبعا طبعا، التدخين ليه تأثير ثابت على الميكروبيوم، انه بيقضي على عدد منها، زي تأثير المضادات الحيوية لما بتتاخد بشكل غلط بالظبط. فلما تقضي على عدد منها وهي مفيدة ليك، انت بتفسح المجال غيرها الضار يأثر عليك اكتر. غير ان احنا بقى في تأثير احنا لسه نجهله، ما نعرفش ممكن يبقى واصل لحد فين، الله اعلم، لسه يعني ما نعرفش.
لما نعرف هيبقى الموضوع ممكن يبقى خطير جدا. فالتدخين غير طبعا الأدلة على مخاطره التانية يعني. في أي أسئلة تانية كده خاصة بالموضوع ده أو بأي موضوع تاني؟ هل جرثومة المعدة لها تأثير على النفسية؟ جرثومة المعدة داخلة من ضمن الميكروبيوم اللي احنا اتكلمنا عنها، فتأثيرها ممكن يكون على النفسية وارد، لكن ما نقدرش لسه نجزم بده، لكن وارد لان هي من ضمن الميكروبيوم اللي موجوده. في أي أسئلة كده تانية؟ شو رأيك بروبيوتيك من المكملات أو الأغذية المخمرة ومدى تأثيره على الميكروبيوم؟ دي ما يقدرش يأكدها لك حد بيولوجيست، أو دي ممكن تسأل فيها طبيب تغذية، لكن اعتقد ان هو لسه محتاجين وقت عشان نقدر ناكد حاجه زي كده. كل مدى العلم بيؤكد على معنى غريب ان الانسان عباره عن منفذ لما تمليه عليه جيناته وميكروباته، هل ده صحيح؟ لا، لانك هنا حصرت الدور بتاع الجينات والميكروبات، في حين انك في عامل يعني في عاملين تانيين مهمين جدا، وهم البيئه. البيئة بتأثر عليك لأنك بتتفاعل معاها فبتأثر عليك. كمان التعليم مهم جدا، يعني احنا لما بنتعلم التعليم ده بيأثر فيك. التعليم بيأثر في حاجة اسمها النيوروبلاستيستي في المخ، بيغير الوايرنج أو بيغير التواصلات العصبية اللي داخل المخ. انت كل ما بتتعلم، كل ما بتتعلم مهارة جديدة، كل ما بتعرف معلومة جديدة، الحاجات دي بتتغير في المخ. فالحاجات دي ما ينفعش تجزم بيها انك تقول الجينات بس هي اللي بتتحكم، لا ده مش صحيح. الجينات والميكروبات كل دي في تفاعل دائم مع البيئة اللي انت بتعيش فيها. فالبيئة اللي انت بتعيش فيها ممكن تأثر انها تفعل الجينات اكتر، ممكن تغير في تعبير الجينات عن نفسها، ممكن تأثر وتعمل حاجة اسمها الإبيجيناتكس، ودي مجال واسع هنبقى نتكلم عنه في مرة من المرات، إنك ممكن تكون أنت وارث من الأب والأم جينات معينة، لكن بسبب حاجات معينة في البيئة اتفاعلت مع جيناتك خلت الجينات دي تعدل من تعبيرها عن نفسها، غيرت تعبيرها عن نفسها. هل الثدييات اللي نجت من النيزك كان نوع واحد ولا كذا نوع؟ ناس كتير تجد صعوبة في تصديق ان نوع بدائي من الفئران تطور منه كل انواع الثدييات. ما كانتش مجموعة واحدة ولا كان نوع واحد مصطفى، لا كان اكتر من مجموعة، لكن يجمعهم صفة واحدة وهي الحجم. الحجم بتاعهم كان صغير جدا في حجم الفئران، ومن الجماعات دي خرجت بقى كل انواع الثدييات اللي بعد كده جت، لكن هو ما كانش نوع واحد. زي ما بنقول مثلا كده النوع الوحيد اللي نجا من الديناصورات اللي هي الافيان ديناصورز، اللي هي الديناصورات اللي كانت بتقدر تطير، هل ده كان نوع واحد؟ لا ما كانش نوع واحد، كانت جماعات برضه، لكن كان يجمعها صفة واحدة. فهي نفس الحكاية، الثدييات اللي نجت من النيزك ما كانش نوع واحد، كان أكتر من نوع، لكن كانت كلها تتميز بحجم صغير، وكانت دايما بتستخبى، يعني لأن الديناصورات كانت سادت الأرض، ما بتسمحش بوجود الثدييات في الهواء كده، ما كانت بتستخبى دايما. وده يمكن بالمناسبة يعني ده كان بداية أول نوع من المشاعر المترسخة جدا
داخل جينات الثدييات كلها، وهي الخوف. احنا كل الثدييات بيجمعها الخوف حتى الأسود. هل لك فرد داخل الأسرة الواحدة ميكروبيوم مختلف؟ اه، الميكروبيوم عامل زي البصمة بالظبط، مفيش اتنين هتلاقيهم عندهم نفس الميكروبيوم زي بعض بالظبط 100%. وهل لكل بيئة ومجتمع ميكروبيوم خاصة بيه؟ ممكن تلاقي الدراسات تأكد لك حاجة زي كده، لأن احنا بنعيش في بيئة واحدة، فممكن جدا طبيعة غذائنا الواحدة والبيئة الواحدة اللي احنا عايشين فيها تأثر في شكل الميكروبيوم، لكن هيظل فيه فروق شخصية. لكن اه، ممكن تلاقي مجموعات مختلفة، كل مجموعة بتعيش في مناطق جغرافية معينة ومناطق وأنواع معينة من الناس. في مقطع لروبرت سابولسكي، بحب الراجل ده جدا على فكرة، أنصحكم تتابعوه. يعني هو متخصص في النيوروساينس، ذكر فيه ان هذه الميكروبات قد تطورت بحيث تغير سلوك المضيف، وذلك من اجل الانتقال الى معدة القطط. هل هناك دراسات تؤكد هذا؟ اه، لكن زي ما قلت من شوية، انه ما بيكونش بوعي منها، لكن بيكون بغريزة البقاء، بغريزة البقاء اللي عندها. يعني هي مش هتقعد تخطط، لكن هو كل الحكاية ان تطورت فيها بعض الجينات للطريقة اللي تخليها تقدر تتفاعل مع سلوك الكائن العائل ليها، فتبتدي تغيرها، تخليها تتصرف تصرفات مختلفة، فيضمن لها المساحة أكبر إنها تنتقل من نوع لنوع، لكن مش بوعي زي الوعي بتاعنا إحنا، يعني عشان بس الناس ما يختلطش عليها الموضوع. بمناسبة روبرت سابوليسكي، اللي يحب يتابعه هيلاقي على اليوتيوب في جامعة ستانفورد الأمريكية، ودي واحدة من التوب 10 يعني، نشر المحاضرات بتاعته في مجال النيوروساينس. هتلاقي يمكن أكتر من 10 أو 20 محاضرة منشورين على اليوتيوب، تقدروا تشوفوهم. محتاجين طبعا وقت، ومحتاجين درجة يعني من الفهم للأساسيات حتى بتاعة البيولوجي، لكن هتستفيدوا منها جدا. ناخد سؤال او اتنين كمان، نحاول نخلي اللايف يعني بالكتير 40 دقيقة عشان ما يبقاش كتير على الناس. وبمناسبة اليوتيوب، إن شاء الله القناة حاليا تقريبا في حدود، يعني قربنا على الألف. مجرد ما نوصل للألف إن شاء الله هنقدر نعمل اللايف بتاعنا ابتداء بقى، ممكن من الجمعة دي إن شاء الله، لو وصلنا للرقم ده نقدر نعمل اللايف بتاعنا من منصة اليوتيوب إن شاء الله بعد كده. واللايف ده إن شاء الله برضو هيتم رفعه على قناة اليوتيوب عشان يكون متاح للناس، هيكون موجود على الصفحة وهيكون متاح على اليوتيوب. رجاء الاستمرار في الشرح إن لم يكن هناك أسئلة، لو وقتك يسمح بالطبع، ولك جزيل الشكر. احنا فعلا بعمل كده، بس هي الفكرة إن احنا بنخصص كل لايف موضوع، غير اللايف الأسبوعي طبعا بتاعنا اللي هو كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. لكن ما بنحاولش نطول عن مدة معينة عشان الناس اللي بتحب تتابع اللايف بعد كده ما يبقاش طويل عليها، خصوصا الناس اهالينا بقى في مصر بيستخدموا الباقات وكده، فعشان بس ما يبقاش الموضوع عليهم كتير. بالنسبة لنبات القنب، ايه اللي خلاه ينتج مادة زي السي بي دي او التي اتش سي؟ بينتجها لانها مواد دفاعية، هو بيدافع بيها عن نفسه. يعني هي سموم بالنسبة للحشرات وبالنسبة لبعض الكائنات اللي ممكن تقرب وتضره، فهو بينتجها للسبب ده. غير ان كمان في اثبات انها ليها دور انها تحميه من بعض الاشعه الضاره زي الفوق البنفسجيه اللي بتيجي من الشمس. تعقيبا على ان الانسان عباره عن منفذ، هل ممكن نعتبر ثنائي الجينات والميكروبيومات ذات تاثير اعلى على سلوك الفرد من العلم والبيئه؟ ما نقدرش نجزم بده يا استاذ اسامه، لسه معانا وقت كتير عشان نقدر نجزم بتاثير الجينات قد ايه. لكن في العادة يعني لما بنيجي ندرس جيناتكس دايما كنا بنقول المعادلة اللي هي 60 40، يعني في 60% بتروح للجينات وفي 40% بتروح للبيئة
والتعليم وغيره يعني. لكن انا ما اعتقدش ان النسبه دي نسبه يعني نقدر نعتمد عليها قوي، لان احنا لسه بنعرف كل شويه معلومات جديده. فانا بميل اكتر ناحيه ان كل انسان نتاج لتفاعل الثلاث حاجات دي مع بعض بدرجات مختلفه. يعني انت ممكن تلاقي حد الجينات مأثره فيه اكتر من واحد تاني، يعني بتحصل. فالموضوع تفاعل من الثلاث حاجات دي مع بعض وتداخل بينها وبين بعض، فما نقدرش نجزم بتأثير نوع منهم أكتر من التاني أو لأ. سألت قبل كده عن البلاناريا، مالها البلاناريا يا كريم؟ فالبلاناريا لو تقصد يعني إنها عندها القدرة إنها تجدد نفسها وكده، ممكن نتكلم عن الموضوع ده، لأن ده هيبقى في إطار موضوع كبير اسمه التكاثر اللاجنسي او الاسكشوال ريبرودكشن، نقدر نتكلم عنه ان شاء الله. اظن الثقافة 50% والجينات 50% من حيث التأثير. علميا مش هنقدر نجزم بده، يعني انت لو حسب ظنك هتقول 50 50، انا شايف لا، انا شايف ان الموضوع عبارة عن انك انت نتاج لتفاعل الثلاث حاجات مع بعض. كل واحدة منهم بتأثر قد ايه بقى فيك، دي ما نقدرش نحددها وممكن تختلف من شخص للتاني. ازاي لما تنقسم تطلع سيبر التاني وتعيش؟ ده نوع يا كريم، زي ما قلت ده نوع من التكاثر اللاجنسي، هنشرحه بالتفصيل في لايف في الفترة اللي جاية ان شاء الله، عشان هو لازم يجي جوه حاجة، يعني جوه حاجة كبيرة شوية على بعضها. هل هناك دراسات على التشابه بين الميكروبيوم بين الانسان والشمبانزي؟ اه ده حقيقي. من الأدلة أصلا اللي على السلف المشترك هي إن الميكروبيوم، لما هو الميكروبيوم بيعمل زي بصمة، فلما نيجي ناخد بصمة الميكروبيوم اللي موجود في البشر نلاقيه أقرب بصمة للميكروبيوم اللي موجودة في كل الثدييات وكل الحيوانات نلاقيها موجودة في القردة العليا. إيه السبب؟ التطور ليه تفسير، اللي هو إن البشر والقردة العليا ليهم سلف مشترك واحد، فإحنا قادرين نفهم ونستوعب إن كان في جماعة الأولى. الجماعة الأولى دي تطور منها المسارات المختلفة، فبالتالي لما الجماعة الأولى يبقى فيها نفس الميكروبيوم غالبا هيبقى الميكروبيوم اللي موجود في كل مسار من المسارات اللي خرجت منه هتكون متشابهة أكتر من غيرها. فتفسير التطور للموضوع بسيط وواضح، لكن لو أنا مش مقتنع بالتطور هيبقى عندي مشكلة كبيرة، لأن ساعتها أنا مطلوب إن أنا أسأل ليه الميكروبيوم اللي موجود في البشر أقرب ميكروبيوم ليه هو اللي موجود في الشمبانزي. انا المفروض اسالك، يعني لو انت مش مقتنع بالتطور فانا الطبيعي اسالك ليه الميكروبيوم اللي في الانسان اقرب ما يكون للميكروبيوم اللي في الشمبانزي، مش مثلا للي موجود في الافيال او في الكلاب او في القطط، اشمعنى؟ فوقتها هو الطرف الثاني اللي مطلوب يقدم تفسير لحاجة زي كده. اعمل لنا حلقة عن الخلود في المستقبل. هنتكلم عنها، هنحاول قدر الامكان. اكيد طبعا مثل الاي ار في، حضرتك تقصدي الريترو فيروس صح؟ لو الاي دكتوره علياء، اكيد حضرتك تقصدي الريترو فيروس صح كده؟ لو المقصود الريترو فيروس، اه طبعا. فبالظبط زيه، يعني زي ما الريترو فيروس برضو الريترو فيروس بالنسبه للناس برضو اللي مش عارفه الريترو فيروس، الريترو فيروس دي هي الفيروسات القديمه اللي اصابت اسلاف كل الكائنات الحيه سواء البشر او القرده العليا او غيرهم. فلما نلاقي نفس الفيروسات بتصيب البشر او اسلاف البشر واسلاف الشمبانزي وثابت البصمة بتاعتها، لأن الفيروسات بتسيب بصمة، يعني زي ما بتصيبك بتسيب بصمة جواك في الجينات بتاعتك. فلما تسيب البصمة في نفس المكان جوه 3 بليون حرف جيني، تسيب البصمة في حتة واحدة عندك وعند الشمبانزي وعند الغوريلا اللي هي نفس الحتة، فده معناه ايه؟ لو انت مقتنع بالتطور هتبقى عارف ان عشان ليهم سلف مشترك واحد، كانوا جماعة واحدة، فأصابهم نفس نوع الفيروس في وقت واحد، في توقيت واحد، لأنه كانت جماعة واحدة نوع واحد يعني، فأصابه وساب البصمة في مكان معين،
فايا كان بقى مسارات التطور اللي تطلع من النوع ده بعد كده، سواء غوريلا او شمبانزي وبونوبو او انسان، هيبقوا حاملين لنفس الطفرات القديمه او البصمات القديمه اللي اتثابت في اسلافهم القديمه دي، فبالتالي هيبقى طبيعي يبقى موجود. لكن لو انت مش مقتنع بالتطور، فانت اللي محتاج تفسر لنا ليه البصمه بتاعت فيروس معين موجوده في الجينوم البشري في الجين الفلاني في الموقع الفلاني دون عن غيره، كذلك موجوده في نفس الموقع في نفس الموقع في الشمبانزي، وموجوده في نفس الموقع في الغوريلا. هل انت مقتنع بقى وعايز تقنعنا معاك ان في نوع من الفيروسات القديمه اصاب الغوريلا واصاب الانسان واصاب الشمبانزي واصاب البنوبو واصاب الاورانجوتان، الخمس مجموعات اللي موجوده لسه من القرده العليا، اصابهم كلهم في نفس التوقيت وساب بصمته في نفس الموقع داخل نفس الجين داخل نفس الجينوم بتاعت كل نوع منهم؟ فانت يعني محتاج تعمل مجهود خارق، ومحتاج تقدم يعني ادله علميا مش هتعرف تجيبها، يعني علميا مش هتعرف تجيبها، لانك ساعتها هتناقض نفسك. انت بتتهمنا ان العشوائيه هي سيده الموقف، في حين ان احنا بنقول ان العشوائيه جزء صغير من الموقف. انت بقى اللي ساعتها هتضطر تقول لنا لا، انت ازاي بقى هتعتمد تفسيرك من A to Z على العشوائيه وعلى الصدفه الغريبه يعني. فده طبعا من ضمن الحاجات اللي الموضوع ده عندنا بنفسرها بيه. ما هي فائده الحلمات عند الرجل؟ هكتب عنها موضوع قريب، لان في تفسيرين، واحد هما الاثنين صحيح يعني تفسير صحيح، لكن في تفسير منهم هرموني مبني على الجينات، وفي تفسير تطوري، وده اللي انا محتاج ان انا اتكلم عنه اكتر. الاثنين بيكملوا بعض، لكن هو واحد منهم نقدر نسميه كده ultimate cause او السبب المباشر، وفي سبب تاني خلف المباشر اصلي شويه، فده هنقدر نفهم منه الموضوع ماشي ازاي، وازاي الانتخاب الطبيعي كان ليه دور في الموضوع ده. ربنا يخليك يا دكتور عليا، وشرفتينا جدا النهارده. شرفتونا جدا في اللايف ده، واتمنى ما كنتش طولت عليكم. وحضرتك مقتنع بالتطور؟ ده اغرب سؤال جالي في اللايف من اول ما ابتديت. مقتنع طبعا بالتطور وبشتغل فيه، وده دراستي وتخصصي وعلم علم كبير يعني، ممكن تاخد من وقتك يعني دقائق بسيطة جدا. ادخل بس كده على جوجل، مش جوجل العادي، ادخل على حاجة اسمها جوجل سكولر، اكتب بس كده في البحث evidence of evolution، وشوف انت بنفسك كم الابحاث وكم الدراسات اللي معمولة في العلم ده، ومن جامعات شكلها ايه ومستواها ايه والرانك بتاعها ايه، وشوف بنفسك هل فعلا الكلام اللي بيوصلك هو الصحيح، ولا الواقع بره حاجة تانية خالص. فاحنا قدر امكاننا احنا بنعمل ده عشان مش عايزين نتأخر كتير، ده علم نقدر ما نتأخرش فيه كتير يعني. هو بقاله بنتكلم من وقت ما تبلور العلم، يعني بنتكلم في حوالي 90 سنة من 1930 تقريبا، يعني مش من وقت داروين، لا العلم نفسه تأسس فعلا من 1930، فاحنا بنحاول ما نتأخرش قوي يعني. مش فاهم قصدك يا دكتور في موضوع العشوائية. موضوع العشوائية ان في التطور احنا عندنا جزء عشوائي اللي هو الطفرات، لكن ما يلي الطفرات مش عشوائي. اغلب الاليات اللي بتتحكم في التطور مش عشوائية، يمكن باستثناء حاجة اسمها الجيناتيك دريفت، لكن بقية الاليات اليات منظمة مش عشوائية خالص. لكن العشوائية اللي اقصدها في الناحية التانية انه لو مش مقتنع بالتطور، هو محتاج يقول لي ازاي بشكل عشوائي نوع من الفيروسات، نوع محدد من الفيروسات، طلبت معايا كده زي ما بنقول في المصري انه يصيب الغوريلا والانسان والشمبانزي والبونوبو، وكل نوع منهم بيعيش في اماكن مختلفه، هيجي لهم نفس نوع الفيروس يصيبهم في نفس التوقيت ويسيب البصمه بتاعته في نفس الجين في نفس الموقع في نفس الحروف. فانت محتاج يعني اقول ايه يعني، انت محتاج تفسر ده ازاي. لكن هل التفسير ده اسهل، ولا لما تقول لا ان الانواع دي كلها كان ليها سلف واحد، جماعه واحده عاشت قبل ملايين السنين، اتصابت بفيروس واحد في البيئة اللي كانت عايشة فيها، وبالتالي هي ورثت جيناتها للأنواع اللي تطورت منها، فكل نوع تطور منها خد الميراث ده،
لكن ما كناش محتاجين بقى ان الفيروس يجي يصيب هنا وهنا وهنا، لا خلاص هم كلهم حملوا البصمة دي معاهم من وقت ما خرجوا وتطوروا من النوع الاصلي القديم. بس فهي دي الفكرة يعني. Do you believe that fat and meat diet built our brain consciousness and another diet change؟ مقتنع ان ليه دور، يعني هو سؤالها في تأثير طبيعة غذائنا على المخ والوعي، وهل طبيعة غذائنا ممكن تغير حاجة زي كده ولا لأ؟ اعتقد انها تأثر، لكن وفي طبعا أدلة على انها تأثر، مش وجهة نظر يعني، لكن في عوامل تانية مش هي لوحدها يعني. يعني مفيش حاجة اسمها ايه طالما الانسان ابتدى ياكل لحوم فمخه ابتدى يكبر ووعيه ابتدى يبقى افضل، لان ساعتها هسأل سؤال بسيط يعني، طب وليه الاسود مثلا ما بقتش خدت نفس المسار ده؟ لكن ده مش يعني مش ده العامل الوحيد، في هو عامل مؤثر صحيح لكن مش الوحيد. حضرتك ازاي العلماء ربطوا ان اصل الانسان كان بكتيريا؟ انت تابعت يا استاذ محمد اللايفز اللي فاتت؟ احنا خلصنا 3 اجزاء ولسه في جزء رابع وخامس، فتابع الثلاثه اللي فاتوا هتعرف ازاي ربطوا وليه ربطوا، ليه بنحلم وليه في احلام حلوه وكوابيس. هتلاقي في كان في موضوعات عن ال يعني كان في موضوعات انا كتبتها على الجزئيه دي في الصفحه، هحاول ان انا ادور عليها يعني اضيفها تاني للناس، لان كانت في بداية الصفحة خالص. هحاول ان احنا نكتب عنها حتى بشكل جديد، نشوف ايه الابديتس اللي فيها ونكتبها ان شاء الله. لكن اقدر اديك اجابة مختصرة ان هي وسيلة دفاعية، وسيلة دفاعية المخ بيقاوم بيها البقاء وانه يستمر يعني. شكرا لكم جدا، والتقيكم بقى ان شاء الله الجمعة بعد يومين خلاص، ونكمل بقى السلسلة اللي احنا كنا ابتديناها في اللايف بتاع كل يوم جمعة، وان شاء الله نكمل. الف شكر يا دكتور سماعة. كمل بس يا محمد في اللايفز اللي جاية واللي بعدها، احنا هنوصل لحد الانسان. فانت احنا ابتدينا من البكتيريا، فلو انت رابط اللي فاتوا وفاهمهم كويس هتلاقي الامور ماشية معاك كويس لحد ما نوصل للانسان، فهتفهم ليه ربطنا بين البكتيريا وبين الانسان، او بين البكتيريا واي كائن حي في الارض كلها. شكرا ليكم جدا، وان شاء الله نتقابل يوم الجمعة، واتمنى ان احنا ساعتها يكون وصلنا بقى للألف سبسكرايب في اليوتيوب، ونتقابل من خلال قناة اليوتيوب بس بقى لايف من هناك ان شاء الله. شكرا ليكم.